كنا نظن انها مجرد ايام قليلة وتعدي، لكن كانت اطول مما نتوقع. مع ازدياد اعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا في الفترة الاخيرة 78 حالة قائمة جديدة فيروس كورونا تسجيل 1418 تبذل الكوادر والطواقم الطبية جهودا جبارة للتصدي بالرغم من كل اللي يصير، قررنا نواصل بكل معنوياتنا وفارقنا كل من يعز علينا واستودعناهم في حفظ الرحمن. حياتنا دربها طويل بكل ما فيها ومشوارها يبدأ بألف خطوة. حياة نقضيها سنين ما بين الدراسة والعمل عشان بإذن الله نحيي حياة غيرنا. حياة تتطلب التضحية بأوقاتنا وأرواحنا من أجل غيرنا مثل ما قسمنا. المثابرة على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان والله على ما أقول شهيد. لأن عيدنا ما يكتمل من غير صحتكم ووجودكم، كل عام والفرحة لا تفرقنا لو مهما بعدتنا الأيام، كل عام وانتوا الأبعد والأقرب.